لأول مرة في سوريا نجحت الخبرات الوطنية في إجراء أعمال الصيانة الكاملة للعنفة الغازية الأولى في الشركة العامة لتوليد كهرباء جندر بحمص، واستبدال محور مولد العنفة بزمن قياسي وإعادة إقلاعها. تم إجراء صيانة عامة للعنفة مع استبدال محور مولد العنفة، مولد المحور العنفي الغازي، وهذا المشروع سوف يرفض الشبكة الكهربائية بطاقة بحدود 140 ميجا واط، لكن هذا يتوقف على كميات الغاز الواردة إلى الشركة، والعنفة تتطلب بحدود 700 ألف متر مكعب غاز باليوم الواحد. بالنسبة للعمل لصيانة العمرة نحن نقوم فيه كل 4 سنوات، بس هذا المرة ترافق مع حالة جديدة، هو سحب مولد العنفة اللي بيتطلب من نحن كصيانة ميكانيكية فك غرفة المساعدات اللي هي عمل لسه معقد أكثر من عمل العنفة نفسه وبحاجة لجهد كتير كبير، وهذا العمل أول مرة يقام بالبلد بسوريا. إن شاء الله نحن جاهزين نقوم بأي عمل مطلوب منا يعني باتجاه المحطة، لأنه نحن بالنسبة لنا المحطة عشرة عمر، يعني صرنا 25 سنة معها، يعني فبنعتبرها جزء من حياتنا ومن عملنا هذا العمل. يعني الحقيقة هو العمل جديد تماما بالنسبة لنا، اعتبرناه تحدي، لأن نحن يعني بشكل شخصي أنا بعتبره تحدي كان لألي إنجزه، وبيتم من دون أي مشاكل الحمد لله. حاليا نحن موجودين في غرفة التحكم المركزي اللي هي يتم نقل إلى كافة الإشارات المجموعات الغازية والبخارية والتحكم فيها من خلال الشاشات الموجودة قدامنا اللي شايفينها هون. حاليا نحن عم نقوم بتشغيل العنفة الغازية الأولى بعد الصيانة اللي أجريت عليها، اللي تم من خلالها تبديل صيانة محور العنفة الغازية وتبديل دائر المولد، ولأول مرة يتم هذا العمل وبخبرات وطنية بحتة بدون أي تدخل. طبعا هاي الصيانة هي صيانة استثنائية، أول مرة بصير بالمحطة من 25 سنة وتأسست المحطة، عمل استثنائي اقتضى جهد استثنائي. في صعوبات لأنه القطع خاصة هاي مش منتشرة بشكل عام يعني بالأسواق المحلية، وهي قطعة خاصة معمولة من شركات كبرى، ونحن بسبب الصعوبات اللي مواجهة البلد يعني بموضوع وصول هيك قطع إلنا، ففي حظر معين علينا، فقدرنا نوجد بدائل محلية ونصلح البطاقات ونختبرها وتبقى بجاهزة كاملة وحطيناها بالخدمة. كل عمليات هذه الصيانة تمت بخبرات محلية ودون الاستعانة بخبرات أجنبية. الاستطاعة الإجمالية للمحطة حوالي 1150 ميجا، تتألف من 6 مجموعات غازية و3 مجموعات بخارية. العمل تم على مراحل ورديات، يعني يصير دوام ورديات لساعة متأخرة من الوقت، يعني مو بس أثناء الدوام الرسمي، كنا نشتغل تقريبا أحيانا للساعة 11-12، أحيانا تروح للساعة 4 الصبح. وتم العمل إن شاء الله بجهود العمال وجهود المهندسين، والأمور إن شاء الله أمور الكهرباء بشكل عام إن شاء الله الأفضل.